هذه الكرة عافاك. الوك الوجه المحسنين وجلاله الملك الله يخليه لينا والله يطول لي في عمره والله يدوم لينا. الحمد لله لجلالة الملك هاك يدير في جهده ولا كنشوفو في التلفزيون ما كرهش اللي خرج لي من التلفازه وخرج لي نهار هذا التلفازه وخرج لي باش نشدو نقول لي اللي كاين. كنقول ديما كنشوفك وديما كنمشي للعيد ديما كان باش نتلاقى به. انا اي اخبار كتجيني كنقول كيقولوا لي الناس كيمشي كيمشي هنا يعيد ديالو كيمشي العيد ديالو بكروسه مع المره اللي بيكي كنقدر كنقول لها بطول لي كروسه انا من الدار يقضي واحد الغرض. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو وبلا ما تنساو ديروا جيم ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوتون وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. دلع جايبة الهدية فرصة اليوم لكلية جابت الكوشة الذهبية كل يرفع المويمة وآيات الكرسي الوليدات ومع دلع الكوشة الذهبية إلالا فرحوا بصحة الهدية إلالا. إلا لقيت الحفاضة الذهبية داخل باك دلع تصلي بالرقم الاخضر باش تحصلي على الكولي ديال الذهب ليك وايه الكرسي لطفلك كيسواو 3 مليون سنتيم. غزال هاد الكولي اي مع دلع.